لو كان إلنا حسين وصحابه كنا عشقنا غبرة تيابه وكنا فتحنا الكنايس للتعازي وجبرنا الدهر يحميله وركابه. لو كان إلنا حسين شو عملنا؟ كنا حملنا سيوف قاتلنا نعمي لو بيكون حسين إلنا ونركض بلهفة نموت عبوابه. لو كان إلنا حسين أصحابه لو كان إلنا حسين مسيحي كنا نسمينا بديننا باسمين وكنا ندهنا للشمس زيحي غيبي رحلي مازال غاب حسين ممنوع تشرق شمس بغيابه. لو كان إلنا حسين وصحابه ولو مش لقلنا حسين وصحابه المفروض نقرأ الحق بكتابه ونفتح بواب قلوبنا لحسين وبكل سجدي نحسب حسابه. ولو مش لقلنا حسين وصحابه هيدا حسين للكل مش للبعض ثورة على الظالم بكل الأرض لازم بيومه على الخليقة فرض نبكي على المظلوم ومصابه ونصرخ لقلنا حسين وصحابه. لو كان إلنا حسين وصحابه كنا عشقنا غبرة تيابه وكنا فتحنا الكنايس للتعازي وجبرنا الدهر يحميله وركابه. لو كان إلنا حسين شو عملنا؟ كنا حملنا سيوف قاتلنا نعمي لو بيكون. يعني هالقصيدة الرائعة للشاعر نزار فرانسيس صار معنا استاذ نزار. مساء الخير استاذ نزار. نعم مساء النور يعطيكم الف عافيه. معزبنا الانترنت اليوم ومعذبنا يعني للاسف ما قدرنا اخذناك زوم وكمان يعني الوقت داهمنا كثير. بدنا بس تقلنا شو الظروف اللي خلتك كثير منيح رجع زبط زوم، شو الظروف اللي خلتك تقول القصيده الرائعه؟ وطبعا انا حابه بعد يعني بعد اكثر من كتابات صارت انه يتخصص حلقه حلوه كثير تحكي عن الامام الحسين والرفاق اللي كانوا خاصه الرفاق المسيحيين اللي كانوا حوله. بس انا بدي اخذ تجربتك الشخصيه، ليش كتبت هذه القصيده؟ بالحقيقه هي مظلوميه الامام الحسين عليه السلام، هذه مظلوميه إنسانية أنا بعتبرها تاريخية وإنسانية تعني البشرية جمعاء، وهي رمزيتها بتفسر الظلم كيف بيكون على كل إنسان بكل الكرة الأرضية بكل البشرية. هذه المظلومية أنا لي حصة فيها لأنه أنا إنسان مثل ما بيعرفوا كل الناس أنا إنسان مسيحي. إيماني علمني إني ما أسكت عن المظلوم، ما أسكت عن الـ عن الـ عن الظلم، ودل بإيدي على الظالم وأنصر المظلوم وكون حد الحق وجنب الحق وجاهر فيه ما خاف منه، لأنه الحق هو قوة. فبهذا الحق اللي ساكن فيي بيخلي يكون في إلي حصة بالحسين، الحسين للكل، هذا هو العنوان، الحسين لكل البشرية، لكل المظلومين، الحسين هذه العبرة التي وصلت إلينا عبر التاريخ من أرض الطف. هذه العبرة تعنينا جميعا، تعني الأجيال جميعها، ليست مرحلية وليست بوقتها ولوقتها ولزمانها، هذه العبرة لكل زمان، هذه العبرة لكل زمان ولكل إنسان على وجه الأرض. اللي بيسكت عن الظلم بيكون شريك بالظلم، شريك بالظالم، مع الظالم. يعني كلام جميل جدا
وما بدي احب تضيف شيء استاذ نزار، لانه نحن كمان مضطرين انه ننقل على المجلس كمان، المجلس العاشورائي. بتحب تضيف شيء؟ هل يعني هيدا هل المقاومه المظلوميه واللي كل انسان بيفكر فيها جعلتك تتعمق اكثر بالسيره الحسينيه وتعرف اكثر ماذا دار بالاحداث انذاك؟ اكيد. وحكيت طبعا انا عندي اطلاع كامل ووافي، وعندي معرفه في تلك الواقعه التاريخيه واللي انحفرت بقلوب كثير من الناس، وانا واحد منهم، لانه مثل ما تفضلتي وقلتي انه هيدي مظلوميه بتعنينا كلنا. انا من الناس اللي بتعنيهم، انا من الناس اللي بيجاهروا، أنا من الناس اللي بيجاهروا بعد 1400 عام، بيجاهروا بنصرة الحسين بكربلاء. شكرا لك أستاذ نزار فرانسيس، شكرا لك على هذه المداخلة وهذه القصيدة الجميلة اللي كتبتها. شكرا لك. مشاهدينا، نحن وصلنا لختام هالحلقة، تصبحوا على خير.